الناس اللي تابعونا في الحلقتين السابقتين شافوا ان احنا تتبعنا بدايات التدوين عموما في الحضارات، ثم البواكير او بدايات التدوين العربي في المرحلة اللي هي قبل الإسلام. وزي ما وعدنا بنبدأ النهاردة نتكلم عن أول كتابة عربية. أول كتابة ليس على معنى بقى نقش على صخرة أو بقايا عبارات على أكتاف الإبل أو الثيران أو الحيوانات الضخمة يعني. لا، احنا هنتكلم النهاردة عن نصوص قائمة بذاتها وليها مكانة في تاريخنا الإسلامي وليها وقع عند المسلمين عموما، وهي رسائل الرسول إلى الملوك والرؤساء. وهذه الرسائل يعني لي معها قصة كده طريفة. في أيام ما كنت بعمل الكتاب ده في بحث فيه عن شخصية المقوقس، وأنا كنت فاكر زي معظم الناس أن المقوقس هو عظيم القبط والكلام ده، وأن الحكاية بسيطة وأن النبي تراسل معاه عليه الصلاة والسلام. وأجي بقى أبص للكلام ألاقي ده ما يزبطش أبدا. الكلام ده جه إزاي؟ المؤرخين المسلمين ابتداء من القرن يمكن الرابع الهجري بدأوا، احنا عارفين ان السيرة اتكتبت في القرن الثالث الهجري بعد 200 وشوية سنة، اللي هو عصر التدوين الكتب بقى العربية الإسلامية، وكانت بتحكي عما سبق. ما عندناش نصوص مكتوبة في نفس الفترة الزمنية، انما كان من ضمن السيرة النبوية والفتوح، فتوح البلدان زي كتاب البلاذوري زي إلى آخره، كان بيذكر فيها مراسلات بين النبي محمد وبين ملوك وحكام العالم القديم في زمنه. فوجدت المسألة مدهشة جدا يعني. فخلونا كده نبدأ برسائل النبي مع النجاشي. النجاشي هو لقب امبراطور الحبشة قديما. انتوا عارفين انه العرش الاثيوبي ده او الحبشي او النجاشي ده من اعرق الممالك في تاريخ الانسانية عموما يعني. استمر يمكن 2000 ويقال 3000 سنة، يعني أقدم من التاج البريطاني وأقدم من الأباطرة الفرس. الحبشة حضارة قديمة. إنما وقت ظهور الإسلام عندنا كثير من الوقائع اللي تمت بحسب ما رواه المؤرخون عن هجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة بسبب ضغط القريشيين عليهم، والمراسلات، وكثير من الصحابة، جعفر بن أبي طالب وحتى عمرو بن العاص راحوا فترات في الحبشة قبل الهجرة من مكة إلى المدينة. إنما في الزمن الثاني من الرسالة اللي هو زمن المدينة، يثرب المدينة المنورة، بتأتي هذه الرسائل وبتظهر لنا كمان نصوص مكتوبة. وخلونا الأول نشوف هذا الشكل ونفكر. احنا في الحلقة السابقة عرضنا للكتابات اللي هي في وقت ظهور الإسلام أو قبله بشوية. لما بنيجي بقى لهذه الرسائل اللي هي مفروض إنها مكتوبة إمتى؟ في زمن النبي. هذا الكلام يعني صعب قبوله. هنلاقي مثلا لو بصينا في رسالة النبي إلى النجاشي،
اولا الوصيه المكتوبه عليه واضح انه ورق بردي، واحنا فيما بعد هنتكلم عن ورق البردي، بس دلوقتي بنتكلم عن شكل الحرف. مش معقول يبقى السين ليها ثلاث سنون كده، دي مسألة ما ظهرتش إلا بعد 150-200 سنة من الإسلام، ومش ممكن الحروف تبقى محددة كده، يعني إنه الميم تبقى مستقيمة كده، مش ده شكل الكتابة العربية. فمن حيث الشكل يصعب على المؤرخ المنصف واللي مش خايف من العوام، لأنه كتير من المؤرخين بيخافوا من العوام فبيؤثروا السلامة وبيسكتوا، بس يعني لو ما خفناش يعني هنقول الكلام ده مش ممكن ده يكون شكل الخط العربي في وقت ظهور الإسلام أو على حياة الرسول. الليونة اللي في الحروف دي أيا ما كان، طبعا في اختلاف بين العلماء، علماء الخطوط، حوالين ملامح الخط النبطي والخط الحجازي والخط الكوفي ثم منه النسخ، بس مش مختلفين في ان هذه التفاصيل والليونة ما ظهرتش الا بعد يعني 150 سنة مثلا، تطويرا للخط الكوفي اللي هيبقى اسمه اصطلاحا يعني خط النسخ. في الكتابة النسخية أو قلم النسخ هو اللي بنشوف فيه هذه الليونة في الحرف وهذه السنون في حرف السين والشين، يعني إذا كان فضل ينقطوها كمان يحطوا نقط عشان تبقى إنما سيبونا من الشكل، تعالوا نشوف النصوص الرسائل دي، لأن أنا في الحقيقة شايفها مضحكة والأكثر منها إضحاكا قبولنا ليها. في عالم هندي راجل محترم جدا اسمه محمد حميد الله، ده راجل باحث مرموق من الهند، من قبل ما الهند تنفصل عن باكستان كان فيها يعني عدد كبير جدا من المسلمين، وكان في بعض المدن والأماكن إسلامية بحتة. طبعا بعد كده لما جي غاندي بقى والمشاكل دي والاستقلال عن الانجليز وكده، استقلت باكستان عن الهند والمسلمين راحوا باكستان، والهنود او الهندوس والسيخ يعني فضلوا في المنطقة، والقصة مشهورة يعني اللي شاف الفيلم هيفتكر الاحداث الدامية اللي اقترنت بهذا الانفصال بين الديانتين الى حدود سياسية. انما محمد حميد الله نشأ، هو مولود 1908، وبالتالي نشأ في منطقة اسمها حيدر أباد، وحيدر أباد دي كان فيها حاجة اسمها دائرة المعارف العثمانية وليها مطبعة كبيرة، وفي كتب كتير في التراث العربي طبعت هناك في القرن 19 وبداية القرن 20 في أوله على طول. هذا الرجل حصل على الدكتوراه من حيدر أباد، وبعدين حصل مرة أخرى على درجة الدكتوراه من السوربون، وله كتابات كتير بس هو مشهور أكتر بكتاب اسمه الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. ناخد بالنا هذا الرجل الفاضل بيقدم لنا هذا الكتاب المهم بهذا العنوان، الوثائق السياسية. الوثيقة شيء ملموس، يعني أنا بمسك الاتفاقية دي أو النص الدستوري ده وأقول إنه وثيقة. طيب كيف جمع محمد حميد الله الوثائق السياسية للعهد النبوي؟ نشوف.
تقريبا في صفحة أو عن صفحة 100 أو 99 من كتاب محمد حميد الله بيبدأ يدينا نصوص المراسلات اللي تمت بين الرسول وبين النجاشي، وهو بيبدأ بالنجاشي يمكن لأنه في كمية كبيرة من المراسلات بينهما. طب جابها منين الدكتور محمد حميد الله؟ جابها من المصادر الإسلامية، يعني هو رجع لكتب التاريخ وبقى يستل من مؤرخين يعني متأخرين جدا زمنا زي المقريزي والسيوطي وناس عاشت في القرن الثامن والتاسع وبعض المبكرين زي اليعقوبي مثلا، بس في كل الأحوال ده بعد مئات السنين، يعني المؤرخين دول كتبوا كتبهم دي بعد مئات السنين من ظهور الإسلام. بيقول لنا في كتابه الوثائق انه اول كتاب راح من الرسول الى النجاشي ده بشأن او بخصوص المهاجرين المسلمين من مكة الى الحبشة، ونصه زي ما هو بيستله من الكتب بيستله من مين بقى؟ من امتاع الاسماع للمقريزي. المقريزي القرن التاسع الهجري، يعني ما عرفش ازاي بيبقى يعني مصدر معتمد. المهم الرسالة موجود انه تم ارسالها بس ما فيش نصها في الرد عليها. طيب الرسالة التانية دي بقى المشهورة قوي ومتداولة بتقول ايه النص بتاعها، وخلينا يعني ايه نطول بالنا شوية كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله الى النجاشي الاصحم ملك الحبشة، طبعا هو امبراطور الحبشة مش مهم، سالم انت فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخ. لاحظوا أنه في حديث مشهور عند المسلمين إن خلق عيسى كخلق آدم. نرجع للرسالة، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والمولاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله، وقد بعثت إليك ابن عمي جعفرا ونفرا معه من المسلمين، فإذا جاءك وصلك يعني فأقرهم، يعني احسن إليهم أو احسن ضيافتهم، ودع التجبر فإني أدعوك وجنودك إلى الله فقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصحي والسلام على من اتبع الهدى. ده نص الرسالة. وبعدين رسالة وبعدين الختم بتاع الرسول، وده هنتكلم عنه بعد شوية بعد دقايق. رسالة أخرى أو نص فيها يعني اختلاف بسيط كده، في عبارة بيختم بيها انه اؤمن بالاسلام وكده، فان ابيت فعليك اثم النصارى من قومك. وبتقول الوثائق، مش عايز اقول المزعومة يعني، انه النجاشي رد على سيدنا محمد قال له ايه بحسب ما هو متداول لدى مؤرخينا ومثقفينا ومجامعنا العلمية.
إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم ابن أبجر. طبعا أنا أول ما شفت الكلام ده ضحكت، لأنه النجاشي ده دي الكنيسة الأثيوبية، وطول تاريخها من قبل الإسلام يعني لحد يعني بضعة عقود سابقة كانت تابعة لكنيسة اسكندرية. يعني ايه كنيسة اسكندرية؟ يعني أرثوذكس من بدايات العقيدة المسيحية والأرثوذكسية اللي بتقول ان الله والمسيح اللي هو عندنا كمسلمين عيسى وعندهم يسوع هما حاجة من حاجة واحدة. والعبارة المشهورة اللي في الكنائس حتى المصرية حتى الآن، لاهوته لم يفارق ناسوته ولا طرفة عين، ماشي. وفي الإنجيل موجود، والإنجيل فيه سيأتي بعدي أنبياء كذبة. يعني المسيح اللي بيؤمن بيه النجاشي قايل للمسيحيين الأرثوذكس وغير الأرثوذكس إنه بعدية في أنبياء بس دول كذابين فلا تصدقوهم. فإزاي يعني بالعقل النجاشي تجيله الرسالة من قلب الجزيرة كده وهو امبراطور وارث امبراطورية بقالها 1000 ولا 2000 سنة سابقة ومستقرة، فيبعت له على طول إلى محمد رسول الله؟ ما تزبطش الكلام ده طبعا، لأنه عقدته غير كده. وبقية الرسالة: سلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته. طب ده أسلوب إسلامي مش مسيحي. من الله الذي لا إله إلا هو الذي هداني للإسلام. يا سلام، هو جات له رسالة. فكل الموروث ده والكنائس والقديسين الأحباش وأبرهة وأصبحة اللي هنتكلم عنهم بعد كده والصراع مع اليهود واليهود بتوع اليمن يعني والملك زنواس ولما خلعوا زنواس، دي قصص ضخمة المسيحية عريقة جدا في أثيوبيا في الحبشة. فإزاي جت الرسالة؟ راح قال له أوكي خلاص أنت النبي وأنا ما. أما بعده ده بقيت رد النجاشي وفقا للكتب يعني على الرسول: أما بعده فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت ثفروقا يعني ولا أنملة قيد أنملة، إنه كما قلت. يا عمي يا اللي مخترع الكلام ده، ده في مئات الآلاف من الناس المسيحيين قبل الإسلام ماتوا بسبب عقيدة عقيدتهم في المسيح هل هو الله بكامله. والإسلام أقرب إلى وجهة النظر النسطورية إنه يسوع يعني أنجبته قديسة بمعجزة إلهية زي ما قال نسطور، بس ما اتولدش إله، لانه زي ما بيقول او مش نصور في الحقيقه هو تيودور المصيصي وبعدين هو كان تلميذه. المهم يعني انه العذراء امراه قديسه ولدت بمعجزه لكنها ولدت الانسان، فلا يعقل كلام نصور، فلا يعقل ان الله يجوع فيبكي فتلقمه امه ثديها ليشبع ثم يتغوط فتغير له القماط. هذا لا يجوز في شأن الله. الأرثوذكس رفضوا الكلام ده ولسه رافضينه لحد دلوقتي، قالوا لا هو من أول لحظة أول ما اتحرك في بطنها كده بقى هو الله. طب النجاشي ده من الأرثوذكس
ازاي بجرة قلم كده لغى التاريخ الطويل اللي هو 700 سنة، بلاش 700 يعني، من القرن الثاني الميلادي للسابع اللي هو زمن ظهور الإسلام، وفي صراعات مهولة، ومجمع نيقيا بسبب أريوس، ومجمع أفسس، والمجامع اللي اتحرم فيها نسطور والنسطورية، واضطروا يروحوا لآسيا ويعملوا مسيحية يعني قريبة شوية من الإسلام، مش قوي بس قريبة سنة. إنما الأرثوذكس وعلى لسان الإمبراطور يقول له آه والله هو عيسى زي ما أنت ذكرت بالظبط، ما فيش كده يعني، زي ما قال ابن خلدون: ينبغي علينا إعمال العقل في الخبر. فمش المقريزي، أنا بحب المقريزي جدا بالمناسبة يعني، وبعتبره أفضل مؤرخينا المصريين، بس هو النص ده جاي عند ابن إسحاق وعند القلقشندي والإمتاع بتاع المقريزي وكتاب ابن الجوزي، هو جمعه من الكتب. بس يا دكتور محمد حميد الله، انت لو درس المذاهب المسيحية مش ممكن تقبل الكلام ده. الأعجب بقى من كده انه النبي هيرد، اه ده لسه بقى الرسالة ليها بقية، فبيقول له ايه؟ ان عيسى، طبعا عمره واحد مسيحي ما هيقول عيسى، يعني يقول السيد، يقول يسوع، يقول المسيح، انما عيسى ده التسمية العربية الإسلامية، ما يزيد على ما ذكرت ثفروقا، مش عارف ايه ثفروقا دي، انه كما قلت وقد عرفنا ما بعثت به الينا، وقد قرينا ابن عمك اللي هو جعفر ابن ابي طالب واصحابه، فاشهد انك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك واصحابه واسلمت على يديه، وقد بعثت اليك بابني اراها، هي مكتوبه كده في الكتاب، ممكن بقى يكون تصحيف أبرها، المهم ابن الأصحم، فإني لا أملك إلا نفسي، وإن شئت، إن شئت يعني بيكلم النبي نبي الإسلام، وإن شئت لو أنت عايز يعني أن آتيك فعلت يا رسول الله، فإني أشهد أن ما تقول حق. ده فيلم كوميدي، ده مش تاريخ. المصيبة بقى ان هيطلعون في ناس بقى بعد كده هتطلع لنا الوثائق دي مكتوبة كمان زي اللي شفناها في اول الحلقة، مش للنجاشي وبس، للنجاشي بقى وقيصر، والكتاب فيه رسائل كتير فيها اشياء عجيبة قوي برضو. يقول لك ايه؟ انه في رسالة ثانية النجاشي بعتها لسيدنا محمد، بيقول له ايه؟ الى محمد صلى الله عليه وسلم من النجاشي اصحمة، ماشي اسمه يعني، سلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، اما بعد فاني قد زوجتك امرأة من قومك وعلى دينك، وهي السيدة ام حبيبة بنت أبي سفيان، وأهديتك هدية جامعة، قميصا وسراويل، وعطافا وخفين ساذجين. الخف الساذج أو أي حاجة ساذجة يعني على لونها الطبيعي. في بالك هيهدي أي حد يعني خفين، وهو يعني سيدنا محمد هيتجوز أم حبيبة عن طريق النجاشي. هما بقى يقول لك إيه؟ لا أصل هي هاجرت مع المهاجرين، فراح النجاشي قال لها اتجوزي النبي. كلام ينفع في مسلسل أطفال كرتون
وأطفال هيطلعوا معتوهين بعد كده بالمناسبة. كتاب آخر للنجاشي نختم بيه بقى عشان لسه عندنا في الحلقة القادمة الرسائل للملوك ما هي دي مصيبة أخرى. إلى محمد، أنا بقرأ من كتاب محمد حميد الله العلامة، الراجل ده توفى 2002، يعني من 20 سنة، أقل من 20 سنة، وكتابه ده حاجة يعني بينظر إليه على إنه حاجة ما تتخدش وكله خدوش أهو. إلى محمد صلى الله عليه وسلم من النجاشي أصحمة، ماشي. سلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لا إله إلا الذي هداني للإسلام. أمال الكنائس دي إيه اللي لسه فاضله لحد دلوقتي دي في الحبشة؟ أما بعد، فقد أرسلت إليك يا رسول الله من كان عندي من أصحابك المهاجرين من مكة إلى بلادي، وأنا أرسلت إليك ابني أريحة في 60 رجلا من أهل الحبشة، وإن شئت أتيتك بنفسي. الكلام ده فين؟ يعني لا شفنا جيش حبشي ضمن أو كتيبة حبشية، ولا سمعنا من كتب التاريخ إنه الأحباش جم سكنوا المدينة وعملوا، وابن الملك هيسيب الملك بتاع أجداده اللي بقالهم 1000 ولا 2000 سنة علشان يبقى مع النبي. فمعلش يعني أنا مش قادر أقبل هذا الكلام ولا هذه النصوص. النصوص بقى المكتوبة دي والرسائل دي هنتكلم عنها يعني بشيء من التفصيل الحلقة اللي جاية. شكراً.